الزمالك يرفض خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي ويطالب بعدة أمور من ضمنها التحقيق في الأخطاء التحكيمية الصارخة التي يتعرض لها الفريق، كما أعلن أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد ثروة سويلم بعد تصريحاته عن الفريق. وعمرو أديب يهاجم الزمالك ويصف ما يحدث بمنتهى العبث. وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضراتكم التفاصيل كاملة. أعلن رئيس نادي الزمالك حسين لبيب أن الفريق لن يخوض مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز. وأكد في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لم ينسحب من مباراة الأهلي، لكنهم يعترضوا على استكمال المسابقة بشكله الحالي واستكمال الدور الثاني في ظل عدم نهاية الدور الأول حتى الآن. وقال لابد أن يعلم الجميع أن الزمالك ممتنع عن لعب 17 مباراة وليست مباراة الأهلي فقط. كما أصدر الزمالك بيانا رسميا يطالب من خلاله بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراته أمام فاركو الجمعة الماضية من مخالفات تحكيمية صارخة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماما. كما طالبوا بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم اختيارهم بنتيجة التحقيق حتى يتخذوا القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد. كما أعلن في البيان أن الزمالك لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول وفقاً للترتيب المنطقي بعيداً عن التدخلات الشخصية. وطلب بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل. وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي أنهم لم يتراجعوا عن مطالبهم المذكورة في بيانهم الرسمي، ونفى جميع الشائعات التي تحدثت عن تراجع مجلس إدارة النادي، وأشار إلى أن الزمالك ينتظر نتائج التحقيقات في الأخطاء التحكيمية الصارخة التي تعرض لها الفريق، لا سيما في المباراة الأخيرة والتي تكررت منذ بداية الموسم. كما أعلن عن تحرك عاجل من جانب النادي ضد ثروة سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص النادي، حيث قال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية إن مجلس إدارة نادي الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية ضد ثروة سويلم بسبب التصريحات الأخيرة التي تحدث فيها عن بيان النادي، بالإضافة إلى رفض الأخير خوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري. وشدد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك مستمر على موقفه فيما يخص مسألة عدم خوض أي مباراة عقب مواجهة فاركو بمسابقة الدوري، وأن النادي يتمسك بالأمور كافة التي صدرت في البيان. وعن موقف الزمالك بطلب التأجيل، فأكد سويلم أن هذا لن يحدث لأنه يتسبب في خلل بجدول الدوري، وهناك إدارة محترمة للمسابقة وتنظيم لها لن يسمح بهذا. وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولات الدوري الثلاثاء المقبل، ولكن النادي يرفض خوض أي مباريات في الدور الثاني من البطولة بعد مواجهة فريق فاركو المؤجلة من الجولة 12. وهذا يعني أن الزمالك لن يلعب المباراة المقررة أمام الأهلي في الجولة 27 والمحددة يوم 25 يونيو الحالي ما لم يتم تسوية الأمور المتعلقة بمطالب النادي في التحقيقات الجارية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.